قبل أن نبدأ بدراسة متن الأصول الثلاثة نسأل أسئلة خمسة. إن برنش إيش أصل متن نيرانريشن ديش سراو سراو تيش بس. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ إن برنش نيشن بس توحيد نيرانريس. السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن المبارك؟ İkinci sıra niçin şuşu kitabını, şuşu mübarek kitabını biz sayladık? لأن هذا الذي نصح به العلماء. Çünkü alimler bizge bunu kineş etti. السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ Üçüncü sıra nefs ol kıskaşağına üç asıl. هي أسئلة القبر. Bu kabirde birleşecek sıralar. أشياء تسأل عنها في قبرك. Bu kabirde sıralar. السؤال الرابع ما الفائدة من هذه الدراسة؟ دورتنش السنين دي فايدة بار شنو يرانو دان فائدة الدراسة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة أنا فايدة لارا أجر ده بشو شاصل يرانسك وعملنا بها أنا بلن يشاسك ودعونا إليها أنا شاقرسك بإذن الله جيب عن أسئلة القبر الله تلسى بس قبر ده بلا شخص الله جواب برشك بس السؤال الخامس بشنش سراو هذا المتن يحتوي على ماذا؟ ماذا فيه؟ Bu kitapta nerseler var, nerseden duralım? فيه المسائل الأربع. إن برنشي دورت مسألة بار. والمسائل الثلاثة. هم إش مسألة بار. ولماذا ندرس التوحيد؟ هم نيشن بس توحيد نيرانا بس. والشرح أسئلة القبر. هم إش قبر ده بيرو لشك إش سرام نعلاته. والخاتمة. هم إن ده بتوفوشو كتاب مهمة.